الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكل من مبعوث رئيس وزراء الهند ومبعوث رئيس وزراء اليابان ومبعوث رئيس وزراء سنغافورة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا علاء رشوان مراسل النيل. علاء، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس اليمنية عبد ربه منصور هادي، أهم الموضوعات المطروحة في هذا اللقاء؟ علاء، علاء هل تسمعني؟ علاء، ماذا عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واهم الموضوعات التي ستطرح للنقاش في هذا اللقاء؟ نعم، مع وصول الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور واستقبال الرئيس له، يكون بذلك اول رئيس على مستوى قاده وزعماء ورؤساء الدول العربيه او الاسلاميه او الدوليه التي من المقرر ان يشارك ممثلوها في فعاليات افتتاح قناه، احتفال افتتاح قناه السويس الجديده غدا باذن الله، على ان يتواصل ويبدا ويتوافد حتى الثانيه عشره من ظهر غد كل الرؤساء ورؤساء الوفود والبعثات المشاركه في هذا الاحتفال والافتتاح التاريخي. جرى لقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني، تناول خلاله الرئيس السيسي والرئيس عبد ربه منصور مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ظل رفض جماعة الحوثيين والمؤيدين للرئيس السابق صالح يعني التجاوب والتفاعل مع المبادرات العربية والإقليمية والدولية لتهدئة الصراع اليمني وتهدئة الأزمة اليمنية. كذلك تم بحث تبعات الأزمة الإنسانية في عدة مدن يمنية على مستقبل الشعب اليمني. وفي نهاية اللقاء تم بحث مجمل العلاقات العربية وفي القلب منها تطوير جماعة الدول العربية وتفعيل المبادرات العربية لتهدئة وتسوية ليس فقط الأزمات في اليمن وإنما في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي عدة دول عربية أخرى تشهد بعض النزاعات والاحتدامات السياسية الداخلية. نعم، من المقرر أن يلتقي كما ورد في الخبر السابق الرئيس مع مبعوث كل من رئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء سنغافورة لأيضا بحث مجمل العلاقات الثنائية. هذه المفروض تشارك في فعاليات افتتاح قناة السويس غدا كما أشرنا، يستمر التوافد حتى الثانية عشر من ظهر غد بإذن الله إن شاء الله. علاء رشوان مراسل النيل في رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك. وفي احتفال عالمي مهيب يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا قناة السويس الجديدة أمام الملاحة الدولية بحضور رؤساء وزعماء ووفود من مختلف دول العالم، إذانا بإبحار مصر صوب مستقبل أكثر إشراقا على طريق التنمية والتقدم. يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم لجنة المراسم برئاسة الوزراء استقبال الرؤساء والزعماء المشاركين في حفل افتتاح قناة السويس، حيث يستمر استقبال الضيوف حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس. يبدأ التوجه لمكان الاحتفال شرق القناة، ثم يتوجه الملوك والرؤساء إلى المنصة الرئيسية حيث يتم عزف السلام الجمهوري وعرض فيلم وثائقي عن قناة السويس، كما يلقي رئيس هيئة قناة السويس كلمة تليها كلمة رئيس الجمهورية يعقبها توقيع وثيقة افتتاح القناة الجديدة. والمزيد من الرأي والتحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد أمين، أستاذ بجامعة قناة السويس ومستشار وزير النقل للنقل البحري. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك، ويعني في تقدير حضرتك آخر الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس كيف ترى؟ هو طبعا في البداية بنهني الشعب المصري كله
بهذا الانجاز العظيم، واللي يعني تم انجازه في اقل من سنه طبقا يعني لتوجيهات السيد الرئيس. وان شاء الله بكره مصر كلها هتفرح بهذا الانجاز. نعم. تكريك 500 مليون متر مكعب، دول يعني مشكله في حفظهم وتكريكهم وفي طريقه تخزينهم والاسلوب الهندسي اللي تم اتباعه والمنظومه اللوجستيه لتشغيل اكثر من 40 الف عامل وتجهيز امداداتهم والغذاء وكل الخدمات اللوجستيه. قناه السويس بوضعها الجديد ان شاء الله يعني مع مشروع التنميه هيبقى فيه تكامل، وانا متوقع ان شاء الله اخبار كويسه جدا من السيد الرئيس بكره بالاعلان عن مشروعات تنميه في منطقه شرق بورسعيد، مشروعات لاقامه مناطق لوجستيه ومناطق صناعيه وصناعات تكميليه، وتكون البدايه ان شاء الله للخير لمصر. عايزين بس ده متوقع يا دكتور احمد، لكن كمان يعني اسمح لي استفيد يعني بمجال تخصص حضرتك وكونك مستشار لوزير النقل للنقل البحري، يعني كيف تشرح لنا فوائد المجرى الملاحي الجديد ايا كان طوله والوصف المناسب له، لكن في النهايه يهمنا ان نعرف كيف ستسير رحلة النقل البحري في قناة السويس القديمة والجديدة في قافلتين متبادلتين. هو طبعا الوضع قبل التوسعات اللي تمت دلوقتي انه كانت في القوافل في قافلتين بيطلعوا من بورسعيد، والقافلتين دول كانوا ينتظروا في منطقة انتظار في البحيرات في الإسماعيلية لحين المرور المباشر للقافلة اللي جاية من السويس تعبر مباشرة وبعدين تبتدي تحرك القوافل اللي جاية من بورسعيد. نعم. كان في مشكلة في محدودية أماكن الانتظار بالنسبة للسكن اللي عمقها بيزيد عن 45 قدم، فكان العدد محدود بثمان أماكن بس، وبالتالي لو جه أعداد أكثر كنت تضطر للانتظار في البحر المتوسط لميعاد القافلة التالية. وده اللي بيرفع عدد ساعات الانتظار لأكثر من 10 و11 ساعة. بالضبط كده. الوضع الجديد هيسمح بالمرور المباشر دلوقتي في الاتجاهين بحيث بنوفر للسفن على الاقل 7 ساعات في زمن المرور. طبعا الاتجاه العالمي دلوقتي في النقل البحري باتجاه للحجم الكبير في السفن لاقتصاديات النقل، وبالتالي السفن اللي الغطس بتاعها اكبر من 45 قدم بيزيد، وبالتالي لما بنعمل التوسعة دي هنقدر نستوعب أكبر عدد من هذه السفن. نعم. للمرور في القناة. بشكر حضرتك شكر جزيل الأستاذ الدكتور أحمد أمين الأستاذ بجامعة قناة السويس ومستشار وزير النقل للنقل البحري. يترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي. يناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. كان المجلس قد قرر أمس اعتبار غد الخميس إجازة رسمية تعطل فيها المصالح الحكومية، وذلك احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد أبو الحسن مراسل النيل. أحمد، هل بدأ أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع اليوم؟ بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالفعل بدأ اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع بداية اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبحضور وبحضور كافة الوزراء. يعني العديد من الملفات على طاولة اجتماع المجلس اليوم، يأتي على رأس هذه الملفات الملف الأمني والاستعدادات الأمنية للاحتفال بحفل بقناة السويس الجديدة. يعني جاءت توجيهات السيد رئيس الوزراء يعني حول هذه الاستعدادات في كافة المحافظات وليس في محافظات شرق
شرق القناة فقط. هناك تأكيدات مع السادة المحافظين والتأكيد يعني للتنسيق بينهم وبين مديري الأمن في كافة المحافظات لحفظ المنشآت العامة والممتلكات وكافة مرافق الدولة. هناك أيضا يعني فتح للملف الاقتصادي أيضا لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها أيضا في مختلف محافظات مصر في كافة القطاعات. أيضا يتزامن هذا الافتتاح أيضا مع يعني العديد من مراسم توقيع عقود بعض المشروعات التنموية كان بالأمس تم تنفيذها وشهدها المهندس إبراهيم محلب أيضا، وهذا يؤكد على أن هذه الأيام هي بشرة خير في كافة أنحاء الجمهورية. ما زال الاجتماع قائما حتى الآن، وسوف يسر أيضا هذا الاجتماع عن العديد من القرارات سوف نواليكم بها أيضا على مدار اليوم بعد انتهاء مجلس الوزراء. شكرا للزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل. كثفت قوات الأمن بمحافظة السويس اليوم تواجدها بالمدخل الجنوبي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وشرقي وغربي قناة السويس بالتزامن مع الاستعداد لافتتاح القناة الجديدة غدا الخميس. وصرح اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس بأن قوات الشرطة قامت بالتواجد بكثافة بالطرق التي تربط المحافظة مع محافظتي سيناء والإسماعيلية، كما تواجدت كمائن أمنية على الطريق. وأشار مدير الأمن إلى أن طائرات الهليكوبتر حلقت في سماء المحافظة لتأمين المدخل الجنوبي للقناة والمنشآت الحيوية والمواطنين، وأكد أن قوات الشرطة تتواجد بجميع شوارع المحافظة وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش لتأمين المحافظة. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من الإسماعيلية مراسلتنا ولاء الحديني. ولاء تحياتي، وأرجو أن تنقلي لنا تفاصيل الصورة لديك الآن وآخر الاستعدادات قبل افتتاح القناة الجديدة غدا إن شاء الله. تحياتي لك أيمن وتحياتي للسادة المشاهدين. منذ قليل مشهد لفت انتباهي، الطائرات الهليكوبتر كانت تحلق في سماء محافظة الإسماعيلية، الأهالي تفاعلوا معها بفرحة شديدة، قاموا بالتفاعل معها، أيضا قاموا بالمصرية من شرفات المنازل وأيضا على أسطح المنازل، وقاموا بحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المشهد حدث منذ قليل. أما عن الاستعدادات الأمنية هنا في محافظة الإسماعيلية وعن الاستعدادات والمشروعات التكميلية، هنا حالة استنفار أمني، تجديدات أمنية مكثفة في محافظة الإسماعيلية، كمائن ثابتة وكمائن متحركة أيضا في يعني على بعد كل
كل 50 كيلو توجد نقاط تفتيش، جميع السيارات تخضع للتفتيش، خضعنا للتفتيش في أكثر من نقطة تفتيش في المحافظة سواء في المداخل أو في مخارج المحافظة منذ الصباح الباكر. أيضا دريات في المحافظة بأكملها، أيضا سيارات تنتشر في المحافظة نعم ولا من الشرطة. يعني هذا عن جانب التأمين. منذ قليل تم إغلاق بعض لقناة السويس الجديدة من محافظة الإسماعيلية، وسيتم فتحها بعد ساعات قليلة، هذا من أجل احتياطات أمنية. هذا عن التأمين. أما عن الاستعدادات والمشروعات التجميلية، هذه لمسناها منذ الصباح الباكر منذ في طريقنا من القاهرة إلى الإسماعيلية. توجد هنا في الحدائق الوسطى التي تتوسط الطريق من الإسماعيلية القاهرة والقاهرة الإسماعيلية الطريق الصحراوي، تم تشجيرها بالكامل. تم وضع أكثر من تمثال، كل تمثال يحمل مدلول خاص. التمثال الأول قبل البوابة بأمتار قليلة، وهو تمثال أم الدنيا، عبارة عن سيدة جميلة، السيدة هي مصر تتجمل. أيضا بعد البوابة الرئيسية هناك تمثال آخر عبارة عن سفينة، وأيضا صنبلة وشعار النسر. أيضا يوجد تمثال آخر وهو تمثال حارس التاريخ، وهو الموجود داخل الميادين، أحد الميادين الرئيسية. نعم بشكرك. هذا عن المشروعات التجميلية. نعم. أيضا في الكثير والكثير من المتحدث. بالتأكيد سنتابع هذه اللقطات غدا إن شاء الله. وبشكر زميلة المتواجدة في الإسماعيلية الآن مراسلتنا ولاء الحديني، شكر جزيل على نقل تفاصيل هذه الصورة. طالب وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة والتصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة تستهدف الوطن أو المساس بشعبه العظيم، مؤكدا أنهم قادرون على تأمين إرادة البلاد ومقدراتها. جاءت تصريحات وزير الدفاع خلال تفقده الاستعدادات النهائية لتنظيم وتأمين افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث استمع لشرح من رئيس الهيئة الفريق مهاب مميش عن إجراءات تنظيم الاحتفالية وتأمين وصول الوفود الدولية والشخصيات المشاركة في الافتتاح. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاستعدادات النهائية لتنظيم وتأمين الافتتاح العالمي لقناة السويس الجديدة ومتابعة تنفيذ الخطط والمهام المشتركة التي تنفذها تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية. بدأت الجولة من داخل مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس، استمع خلاله إلى شرح من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. تناول إجراءات تنظيم الاحتفالية وتأمين تدفق ووصول الوفود الدولية والشخصيات المشاركة في هذا كما قام بالمرور على المناطق التي تشهد أنشطة وفعاليات الاحتفالية، كما استمع القائد العام إلى شرح تفصيلي من داخل مركز القيادة المشترك تضمن إجراءات التأمين على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس ومناطق التمركزات الأمنية وعناصر الدعم وأماكن الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش شرق وغرب القناة. وقام القائد العام بالمرور على عناصر القوات المسلحة المرابطين في محيط القناة والمجموعات القتالية التي تعمل كاحتياطيات قريبة للتدخل السريع، وناقش عددا من الضباط والقوات في أسلوب التنفيذ الدقيق للمهام والواجبات المكلفين بها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة خلال عملية التأمين. وأثنى على مستوى الاستعداد والجاهزية العالية لمقاتلي القوات المسلحة وطالبهم باليقظة الكاملة والتصدي بكل قوة وحسم لأي محاولة تستهدف الوطن أو المساس بشعبه العظيم. وأكد أن رجال القوات المسلحة بما يملكونه من انضباط عال واستعداد دائم للتضحية والعطاء من أجل مصر قادرون على تأمين إرادة الوطن ومقدرات شعبه، مشيرا إلى أن القناة الجديدة تمثل قيمة تاريخية وحضارية فريدة تؤكد قدرة المصريين على مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات والمضي قدما نحو بناء الدولة المصرية الحديثة. حضر الجولة قادة الأفرع الرئيسية
والفريق أسامة عسكر قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. كما تفقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الخدمات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية والتمركزات على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. وأكد اللواء عبد الغفار حرص القوات المكلفة بتأمين الاحتفال على تأدية واجبهم القومي تجاه وطنهم، مشددا على ضرورة التزام القوات بأعلى درجات الجاهزية الأمنية والتصدي بكل حزم وحسمة لأي صورة من صور الخروج عن القانون. تأهب واستعداد وتحدي يكسو الوجوه وانتشار من قبل القوات الشرطية على طول خط السير المؤدي إلى أماكن الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. فما هي إلا ساعات قليلة تلك التي تفصلنا عن لحظة الافتتاح، ومعها دفعت وزارة الداخلية بالآلاف من عناصرها من مختلف القطاعات وبخاصة المجموعات القتالية للتأمين، مع تزويدها بالإمكانات التي تمكنها من التعامل مع المتغيرات الأمنية الطارئة. روح معنوية مرتفعة وإصرار من قبل القوات المكلفة بعملية التأمين، هذا ما لمسه السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أثناء تفقده لها بالإسماعيلية، وهو ما يؤكد مدى حرصهم على المشاركة في تأدية واجبهم تجاه وطنهم وبناء مستقبله. الوزير قام بالمرور على الخدمات الأمنية والمرورية والأكمنة والارتكازات المنتشرة بطريق القاهرة الإسماعيلية، كما تفقد الخدمات الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية واطلع على سير العمل بالأكمنة وخطط تأمينها ومدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الطارئة. الوزير قام بتفقد الخدمات الأمنية المعينة على طول المجرى الملاحي للقناة بنطاق محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على تطبيق محاور الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها بالمجرى الملاحي أثناء حفل الافتتاح بالتنسيق مع القوات المسلحة. وتوجه إلى غرفة العمليات التي ضمت كافة قطاعات الوزارة والخاصة بمتابعة الربط والتنسيق بين الخدمات الأمنية الميدانية للاطلاع على سير العمل بها لضمان سرعة الاستجابة مع المستجدات الأمنية الطارئة على الأرض. كما تفقد منصة الاحتفال والتي ستشهد الفعاليات الاحتفالية لافتتاح قناة السويس الجديدة، واطلع على آخر الإجراءات المتخذة لتأمينها بالاشتراك مع القوات المسلحة، وكذلك مقر إقامة الوفود المشاركة في الاحتفال العالمي. أمطار قليلة تفصل بين الأكمنة التي استحدثتها وزارة الداخلية على طول طريق القاهرة الإسماعيلية، حيث سيسلك معظم المحتفلين هذا الطريق باتجاه الإسماعيلية، وبينها تتحرك الأطواف والأقوال الأمنية باستمرار لإجراء عمليات تمشيط مستمرة بنطاق محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، القاهرة، القليوبية، الشرقية، والتي ستمر بها الوفود، إضافة إلى تأمين باقي المحاور والمنشآت الهامة بمحافظات الجمهورية بالتوازي. حواجز أمنية لإجراء عمليات التفتيش على الطرق الجانبية المؤدية إلى الطرق الرئيسية، مع قيام قوات التدخل السريع بعمليات تمشيط مستمرة. المشاركة هنا في التأمين ليس واجبا فحسب، بل يعتبره الجميع مشاركة وطنية خالصة. على طول خط السير وحتى نقطة الوصول إلى أمكنة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، تتأهب القوات وتنتشر لتأمين المحتفلين. ارتكازات أمنية ثابتة على مسافات متقاربة وأقوال أمنية متحركة باستمرار. تشعر بالأمان حين ترى هذه الوجوه التي تؤمنك تحت أشعة الشمس الحارقة ليخرج الاحتفال بصورة تناسب مصر قيمة وقامة. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. تتواصل الاستعدادات من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين حفل الافتتاح من خلال نشر القوات في شوارع مدينة الإسماعيلية والمجرى الملاحي للقناة. وتقوم الفرق المشاركة في الحفلة بعمل بروفات للاستعراضات الخاصة بها، مع غلق المعدية رقم 6 أمام حركة السيارات والمواطنين وتخصيصها لنقل المشاركين في الحفل. مع تسارع العد التنازلي لبدء حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، انتشرت قوات الجيش والشرطة في مدينة الإسماعيلية والمجرى الملاحي للقناة، مع استمرار الجهات المعنية بالعمل والانتهاء من التحضيرات اللازمة للحفل ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة. احنا عندنا المعدات الحمد لله شغالة 24 ساعة، والناس زي ما سعادتك شايف كده كل الناس ملتزمة، والجيش والشرطة واقفين معانا، والناس بصراحة مش سايبنا. شايف كده احنا داخلين على عيد، احنا بالنسبة لنا عيد. يكفي ان احنا الإدارة الوحيدة في البلد كلها اللي ما وقفتش في الثورة، واحنا شغالين وملتزمين، واحنا كلنا بنحب مصر. الجندي المجهول، احنا شغالين من اول بداية الحفر، المعديات ما وقفتش 24 ساعة،
ما بننامش في سبيل الاحتفال وفي سبيل ان شعب مصر يفرح. العديد من المواطنين والعسكريين القدامى قدموا لزيارة موقع القناة والذي شهد عددا من المواجهات العسكرية في الماضي. دي المعدية 6 وكان هنا الفريق عبد المنعم رياض استشهد ان هو وده كان خط برليف هنا واحنا عبرنا. انت وقت القناة دلوقتي ما روحت هناك ده في خط برليف اتحفرت فيها هناك تفهمت انت؟ فده يعني انت اول مرة بتستفاد من خط برليف ومن سينا وكلام من ده عشان كده تلاقوا فيه شهداء كتير موجودين هنا. فده احساس جميل جدا انك انت حولت خط برليف الى قناة سويس جديدة. يهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة كما يتيح الإبحار في الاتجاهين. إنجاز حضاري يفتح الطريق أمام مشروعات اقتصادية عملاقة لتبدأ مرحلة جديدة واعدة سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا تليق بطموحات وأمال الشعب المصري في حياة أفضل. من قناة السويس الجديدة منذر أبو دوح النيل. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة هو أول خطوة على طريق التنمية، مشيرا إلى أن العمل بتنمية محور قناة السويس سيبدأ في اليوم التالي لافتتاح القناة الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مميش أن الاستعدادات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة غدا تجري على قدم وساق. على قدم وساق جميع بيبذل جهد كبير جدا للحفلة دي، يعني مش مجرد حفلة ده رسائل بنبعتها للعالم كله عن مصر وعن المصريين وقدر المصريين على التنظيم وقدرتهم على الإبداع. وفي نفس الوقت بنقول يا جماعة مصر رغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها هي بتعود بمشاريع قومية عملاقة وبتتحدى وشبابها الرائع ده بيتحدى، فمصر قادرة وستعود وبكل قوة إلى الريادة السياسية والصدارة مش في المنطقة بس في العالم كله، فلازم الحفلة تستغلها في هذا. تقوم مصلحة صك العملة بإصدار عملات تذكارية وميداليات تحمل كل منها شعار قناة السويس الجديدة، وذلك لتقديمها كهدايا تذكارية للملوك والأمراء والشخصيات التي سوف تحضر حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. كما سيتم طرح عملات ذهبية عليها شعار القناة للبيع بأوزان مختلفة، وسيكون ذلك متاحا سواء للمصريين أو الأجانب. استعدت شوارع القاهرة والميادين الرئيسية بالأضواء للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. تتضمن الاحتفالات عروضا فنية وأناشيد وطنية ورفع علم مصر فوق جميع المنازل وعلى شرفات المباني بالتزامن مع انطلاق فعاليات احتفال مصر بهذا الإنجاز العظيم. تستضيف جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة مصر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. يعقد الاجتماع بناء على طلب فلسطين لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس واستمرار سياسة الاستيطان، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة على الشعب الفلسطيني والتي أسفرت مؤخرا عن مقتل واستشهاد رضيع بشمال الضفة الغربية المحتلة. بانوراما نيل متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل الاقتصادي. المقاومة اليمنية تعلن تحرير محافظة لحج وبدء تحرير محافظة تعز.
بدء وصول الرؤساء والوفود الدولية إلى مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. مجلس الوزراء برئاسة محلب يناقش اليوم الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وعددا من الملفات الأمنية والاقتصادية. القوات المسلحة والداخلية تنهيان استعداداتهما لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة غدا. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال بصحبة الزميلة حنان الخولي. شكرا لكم غادة وأيمن. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزير النقل يؤكد أن ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس يؤهلها لتصبح منطقة صناعية تنموية اقتصادية. إلى التفاصيل، والبداية مع تصريحات وزير النقل والمواصلات المهندس هاني ضاحي، والذي أكد أن قناة السويس الجديدة مشروع قومي عملاق التف حوله الشعب المصري، مشيرا إلى أن ازدواج الممر الملاحي سيؤهل منطقة القناة لتصبح منطقة صناعية تنموية اقتصادية. وقال الوزير إن الجدوى الاقتصادية من القناة الجديدة لا يجب التعجل بشأنها، موضحا أن عبقرية المشروع تكمن في إقامة مناطق لوجستية وخدمية وصناعية بمنطقة قناة السويس. وأضاف أنه سيتم إطلاق حزمة من المشروعات الصناعية العملاقة، سواء الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة أو مشروعات الاستزراع السمكي وغيرها، مشيرا إلى أن مردود قناة السويس الجديدة ستجنيه الأجيال القادمة. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال أنه سيتم توزيع 2500 فدان ضمن مشروع قرية الأمل للخريجين على هامش احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة. كما سيتم تسليم 1380 حوضا للاستزراع السمكي على المستفيدين خلال هذه المناسبة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن مشروع الاستزراع السمكي هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية خاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتقديم منتج عالمي بأرخص الأسعار. وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكي يقام على مساحة 5000 فدان، ويشمل 3828 حوضا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه نهائيا أغسطس 2016. إلى البورصة المصرية التي عودت مؤشراتها مجددا نحو الخسائر منتصف تداولات الأربعاء حتى منتصف التداولات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه. وقد تقرر اعتبار يوم غد الخميس عطلة رسمية بالبنوك المصرية والبورصة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. إلى أسواق العملات وسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى. ووفقا لأحدث بيانات المركزية المصري، فقد سجل سعر بيع الدولار الأمريكي نحو 7.83 جنيه، وبلغ اليورو 8.59 جنيه، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 12.23 جنيه. أما فيما يخص العملات العربية، فقد سجل سعر بيع الريال السعودي 2.9 من الجنيه، وسجل الدينار الكويتي 25.84 جنيه، وبلغ الدرهم الإماراتي 2.13 جنيه.
نتحول لأسعار المعدن النفيس في السوق المحلية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 وفقا لآخر بيانات إلى 272.83 جنيه، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 238.73 جنيه، ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 204.62 جنيه. وبأسعار الذهب والعملات وصلنا مشاهدينا لختام هذه الوقفة الاقتصادية، وشكرا لطيب المتابعة، ودا مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع غدا وأيمن. إليكم، شكرا لك حنان. نتحول إلى اليمن، حيث أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم قوات التحالف العربي ضد الحوثيين لن تتوقف حتى من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد بدء معركة تحرير المحافظة من أيدي ميليشيات الحوثيين وقوات صالح، بينما أكدت المقاومة في محافظة لحج جنوب البلاد استكمال السيطرة على المحافظة. المقاومة الشعبية بمساندة دول التحالف والقوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي تواصل تحرير المحافظات اليمنية وتمهيد الطرق للوصول إلى العاصمة صنعاء. المقاومة في محافظة لحج جنوب البلاد أعلنت استكمال السيطرة على المحافظة لتصبح ثالث محافظة محررة في الجنوب من أيدي الميليشيات بعد الضالع وعدن. من جهة أخرى، أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد بدء معركة تحرير المحافظة من أيدي ميليشيات الحوثيين وقوات صالح. في غضون ذلك، قصفت طائرات دول التحالف العربي عدة مواقع للميليشيات في تعز، واستهدفت قمة جبل صبر من جهة الشرق وأحد المباني التي تتمركز فيها عناصر الميليشيات. مصادر يمنية مقربة من قوات التحالف العربي أعلنت أن عملية السهم الذهبي التي تقوم بها دول التحالف ستبدأ في الساعات القادمة لتحرير محافظة أبين وطرد من تبقى فيها من عناصر الميليشيات لتحرير منطقة باب المندب الاستراتيجية. وعلى صعيد آخر، أعلن أن الجامعة العربية ستدرس بشكل جدي إرسال مراقبين إلى اليمن في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أكد أن خطة مبعوثيها الأممية إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء الصراع الدائري في اليمن تكتسب قبولا متزايدا لدى الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أنه بحث خلال زيارته إلى القاهرة مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح خطته لإنهاء الأزمة اليمنية، نافيا التفاوض على خروج صالح من البلاد. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن حكومته تدعم جهود التصدي لتنظيم داعش الإرهابي إذا ما جرت بالتنسيق مع دمشق، وما يخالف ذلك يعد انتهاكا لسيادتها. جاءت تلك التصريحات في مستهل زيارة المعلم إلى طهران التي تستمر يومين، يلتقي خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذا ومن المقرر أن يعقد في طهران اجتماعا ثلاثيا إيرانيا روسيا سوريا لمناقشة التطورات في سوريا، حيث أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل. ونتحول الآن مشاهدين الكرام لمتابعة أهم أنباء الرياضة في هذه البانوراما. جولة في ملاعب العالم مع الزميل محمد عاطف. إليك محمد. شكرا لكم ومشاهدين الكرام، أهلا بكم هذه الوقفة الرياضية في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. تدريب ختامي للأهلي اليوم قبل التوجه لتونس لملاقاة النجم الساحلي بالكونفدرالية الإفريقية. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. بدء وصول الرؤساء والوفود الدولية إلى مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. مجلس الوزراء برئاسة محلب يناقش اليوم الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وعددا من الملفات الأمنية والاقتصادية. القوات المسلحة والداخلية تنهيان استعداداتهما لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
ختام بانوراما النيل. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.